حرم امام علی علیہ السلام نے مولا کی شہادت کا پرسہ مجلس میں شامل کر رہا ہوں آپ سب کو. مولا کو پرساد اس مجلس کے ذریعے سے من حوادث ليلة تشرين شهر رمضان. النبي قال له ذاك اليوم زمن النبي قال له يا علي آخر شراب لك من الدنيا قعب من لبن ضياع من لبن. رمضان کی مجلس حرم امام علی علیہ السلام میں سب مل کے پرسہ دیں, مولا حسن حسین کو پرسہ دیں. وشق رأس العدل سيف جوركم متشق منهم رأس في ذبابه يلوج بروحه بالمحراب ويعلم يلوج بروحه بالمحراب ويلو ضاعت اصواب وقامت ترجف البيبان وتزت على مصاب وتز العرش والكون حين الهوى بمحراب والجناحة وجبريل بسمة بالزمن نادوا سمعوا تبجن ثور صاحت يا حسن وحسين قبول الطبر راس الساعة سمعت الهاتف بهالحين ينادي عروة الوثنين فصمت روحه بالعصر ينادي عروة الوثنين فصمت راحه بالحصنين وتهدمت اركان الدين وتفازعت عونه عليك شلون ابن وجهه تجسر وعت الاوصاف وانت طاجيته يا حامل حبل بعراق اخاف بغسلك يا داويت مصابة بهدا يتغسل بيه تدرب الجرح جادة والله يا ناعم جعد قلبه ومرته ايبو يا هلا بلا صوت الله يا ناعم جعد قلبه ومرته جعلت أبواب المسجد يضرب بعضها بعضا هبت ريح صفراء صاحت الناس اطلبوا ابنه الجم فقال لهم أمير المؤمنين وهو بتلك الحال لا تطلبوه هو سيطلع عليكم من هذا الباب وأشار إلى باب كندة ما هي إلا لحظات وإذا برجل قد أوثق ابن ملجم كتافا وأقبل به إلى المسجد قالت الناس كيف ألقيت القبض على عدو الله ابن ملجم قال إن أمري معه غريب كنت
نائما فأيقظتني زوجتي قالت أنائم أنت والمنادي ينادي تهدمت والقار قلت فضل فاكي من يقدر على علي بن أبي طالب وهو الفارس الضرغام والليث الهمام وإذا أسمع المنادي قتل علي المرتضى قال فلبست ثيابي ونزلت إلى الجادة وإذا بعدو الله بن ملجم قلت هل عندك خبر عن علي بن أبي طالب قال لا قلت أفتاتي معي لنعرف الخبر قال عندي عمل مثل عجيب عملك أهم من أمير المؤمنين أنا أكلمه ويكلمني إذ هبت ريح كشفت عن ردائه وإذا بي أرى سيفا يلمع هو عدو الله بن ملجم يقول اشتريت سيفي هذا بألف وسقيته سما بألف فقلت له يا عدو الله لعلك أنت قاتل علي بن أبي طالب المهم أوثقته كتافا وأقبلت به نظر إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا ابن ملجم ألم أنزل لك العطاء فجر کی نماز کے بعد حرم امام علی علیہ السلام میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ حرم امام علی علیہ السلام میں مجلس امام علی علیہ السلام قال امیر المؤمنین لولده الحسن صلی بالناس لان الامام امیر المؤمنین طلبه من ملجم وهو يصلي نافلة الفجر فصلى الامام الحسن لكن شلون صلى الامام وهو يرى اباه أما أمير المؤمنين فقد صلى بالإيماء صلى بالإيماء يعني بالإشارة لا يقدر أمير المؤمنين على القيام فلما فرغوا قال أمير المؤمنين احملوني إلى النار حملوا أمير المؤمنين ساعة يشيلون الإمام ساعة ينزلون ساعة يشيلون الإمام وهناك زينب عند باب الدار ونت وصاحت يا المجبلين هالشايلين وياكم اسمع هضل وصياح صوتين اخاف انشت العود يا طيبين شوف واحد الان اذا يموت ابوه الله يحفظكم ويحفظ اباكم ايش قد يبكي على فراق الاب خصوصا الاب اذا كان عطوف حنون طب روح ابوك اذا الاب مثل امير المؤمنين اخاف ان جت العود يا طيبين لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب ابونا الطبر والراس بالصين صاحت وهملت دمعه العين عقبك يا ابويا وجوه دويه قال الأصبغ ابن نباتة وفي هذه الليلة ليلة 20 غدونا أنا وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين لنتعرف على حالة الإمام لنطمئن على أمير المؤمنين جلسنا عند باب الدار نبكي خرج إلينا الإمام الحسن أمرنا بالانصراف فانصرف الناس إلا أنا قال لي يا أصبغ ألم أقل لكم انصرفوا قلت سيدي رجلاي لا تقاوم حتى أرى إمامي بعيني سالما ما أقدر أروح للدار ما أهدأ إلا أشوف إمامي قال لي ادخل والتزم الصمت لا تتحدث أمير المؤمنين مغمى عليه يقول طبيت عجيب هذا أمير المؤمنين قد عصبوا رأسه بعصابة صفراء والله ما أدري العصابة أشد صفرة أم وجه الإمام حقیقت یہ ہے کہ میں مولا کے پاس پہنچا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا کا زرد چہرہ مولا کا زرد ہے یا جو پٹی لگائی گئی ہے وہ زرد ہے زیادہ اس طرح مولا کی حالت تھی قول انتبه أمير المؤمنين
اصبر لا تبكي انها والله الجنه. قلت سيدي وانا اعلم انك الى الجنه ولكن ابكي لفراقنا اياك يا امير المؤمنين. ثم قلت لسيدي الليث يضرى الى قدش، البحر لا تنشفه لفحة الهجير، الجبل لا تهزه الريح من هذه الكلمات. ثم دعي لأمير المؤمنين بطبيب يقال له أثير السكوني، كان جراحا كبيرا يعالج الجراحات الصعبة. دعوه لأمير المؤمنين، دعي لأمير المؤمنين، فلما نظر إلى جرح الإمام دعا برئة شاة حارة تتبع منها عرقا، استخرجه وضعه في نعم جرح أمير المؤمنين مره من الوقت، ثم أخرجه وإذا به قد مال إلى الخضرة. قال يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. آپ سب کو شامل کر رہا ہوں مولا کے حرم کی اس مجلس میں، مولا کو برسات ہے. يا أمير المؤمنين احد عهدك وأوصي وصيتك إن الجرح مسموم. زينب بهاي الليلة كأني بها أقبلت، رأت أباها بتلك الحال صاحت وأبتا وعلي. إلا يا حسين خويا شلون أبوك، يا حسين خويا شلون أبوك، هالليلة شوف انخطب نور. لو انكم لو انكم يا اخوتي تجعدون وجرح البراسة تشدون، وبيني وبينك تسندون. اسمع وعينك بس تغمض عيون، الوادم بعد ما يعرفون. اين الصالحون وإمامان؟ ومن جملة أحداث ليلة 20 كأن بأمير المؤمنين سلام الله عليه ياخذ يد زينب يضعها بيد اخيها العباس، قال هذه وديعتي عندك. الله يرحم حجي معين السبا، اجت ترحب كل شعراء الحسين. انتهت حين السبع عباس امرك ينهب على الراس، هل تسمع جميع الناس ترى امشي ابتزان وانا اللي يصر شوف قلبك راح يربى بالحوائج ابو فاضل. يلا وبالحرم ابيه امير المؤمنين. يلا محظوظ يا اخوي اعتنيتك وعلى الشريعه دورتك. هاي الدمعه امسح بها وجهك وعلى قلبك، هاي امان في الدنيا ولا يلا محظوظ يا شد المهديك
يا عباس شنحل بجيدك سحب النبت بالعلن لا قصتي كل على سحب عين بجيد لا قص يميني سبي جزر نبزة قد هم دولي عمي عمي على الشبال من حوادث ليلة 20 شهر رمضان النبي قال له ذاك اليوم زمن النبي قال له يا علي آخر شراب لك من الدنيا ضعف من لبن ضياع من لبن أهل الكوفة سمعوا أن أمير المؤمنين يريد لبن إجت الأيتام قالوا أبونا يريد لبن أبونا علي كل يوم يسقينا كل يوم يطعمنا كل يوم يتفقدنا هالليلة إحنا نروحنا إحنا بخدمتنا والله تصور الحال أيها الأحبة يا زوار أمير المؤمنين يا زوار أمير المؤمنين هرعت الأطفال إجت الكوفة بشيبها وشبابها الإمام الحسن عندما من دار هذا يقول له سيدي خذ اللبن من يدي إلى أمير المؤمنين ذاك يقول له سيدي خذ اللبن من يدي هذا يقول له من يدي والحسين وقف بعاشورا ينادي وحب جدي اني لو شاب جب مولا کو ضربت لگی ہر آدمی کہہ رہا تھا میرے ہاتھ سے دودھ لے لا کہہ رہے گواہ غربت آ مولا حسین آپ کی غربت آپ کو کوئی پانی پلانے والا نہ تھا شروع میں لما لفت هالخيل غارب طلعت تدور بالمعارة تنادي ولي قلبي دمار سامحني يا من حصل اقرأ البيت اي تنادي ولي قلبي دمار عرقاح من حي تجار صاحت يا ابن حماي جار قرب خواتك سوت صاحت يا ابن حماي جار قرب خواتك سوت في غلس الليل ليلة 20 بشهر رمضان زينب قالت الأخوة الحسن أخي أبا محمد خذني إلى محراب أبي أمير المؤمنين أخذها إلى المحراب كأني بها يوم إلى المحراب خال يوم إلى يوم إلى المحراب خال يا أبو يشكي في روح شلي تفت القلب ولا تروالي عسى لا قلب يومك يا غالي يا محراب ابويا جيت احاجيك وصب الدمع عيني وبجيك من طاح ابويا وانطبر بيك صدقها متهمد ما راح تسجيك كلمة الدعاء يعني زينب هاي الليالي تفقد أباها أمير المؤمنين مع أم المصيبة تشوف خوانها موجودين الحسن الحسين تشوف أبو فاضل لكن شلون حالها بكربلة يوم صاحت فقعت وعيرة وصف الليل لا رباس يبرأ ولا حسين تمني ايت حلم واقعد بحلم وفز من نومتي والقاك يمي واشوف قبل
شفتك وشم ريحة الضياب نوم. شلون زينب خابت امها الزهرة ليلة ضربة ابوها علي؟ يا يما يا يما يا زهرة ما دريت الصار بينا، يا يما راح وعلينا من الدنيا. لكن هذا يوم تخاطب امها الزهرة ابوها علي موجود خوانها، لكن بكربلة صاحت يا ام حسن يا امي ترى وشوفك كربلة سوت بحالها.